رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد أنهى أكثر من عام من التساؤلات لما عين ابنه الأكبر خالد ولي لعهده كحاكم لأبو ظبي. كان في كثير تخمينات من وقت ما تولى محمد بن زايد الحكم العام الماضي عما إذا كان سيسمي أحد إخوته من بني فاطمة لهذا المنصب. بمرسوم آخر أيضا أمس عين إخوته طحنون بن زايد وهزاع بن زايد نائبين للحاكم لحاكم أبو ظبي، فيما عين أخوه منصور بن زايد نائب لرئيس دولة الإمارات إلى جانب حاكم دبي محمد بن راشد الذي يشغل هذا المنصب. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.